غير متخبط. ما انا قلت هاو. وبعدين انت بنت خالتي. انا غلطانه اني ما قفلتش الباب بالمفتاح بجد، حاجه تقرف. ايه يا نونا مش طايقه مني كلمه ليه؟ مجنونه بقى اعمل ايه؟ ياه نسيتي اللي كان بينا بالسرعه دي. هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتح قرا باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله القصه يا ولد. انا مالي مالها؟ البسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي يا بابا؟ افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم. انا يا بابا لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش. ده ابو امك ما وافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعالى اعدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجود النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب. حشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. حشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. حشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخانق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه، بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمى على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. الله يرحمك. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا معاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بت، هات يا بت. اكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب. لحسن مكتب الله امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولد. ايه يا ولد، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا واد؟ اسالي نوايا يا ماما. بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش. مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده يا عالم. يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بنت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجيلك. حاضر يا خالتي. ترسي اقعدي حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش واكل. انت حر ياكل على نفسه بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين هيشغلها وانا بره؟ في يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عليش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مره امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه هتاكل منك حتة. الله مولين كده واد، ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فيني نواة؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبه ده؟ يا اخويا انا ماليش راي. الراي راي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقه، ما وافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهيه. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه.
يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ ما الشارع واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليا الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق يا بابا. مش عاجباك العربيه يا شباب. بابا ما كترش الكلام هتفتحي. اسكت انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش الكلام. خليك بعيد عشان انت كده ما تتكلمش. انت لازم تتربى ده. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا هترزح. ايه ايه انت بتبدي لك عليا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تيمور يا تيمور 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 يا تيمور تعال هنا. لا كان معاه واحد قصير بس تعرف راح فين. الجرامي اتفلت. جرامي يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورشي شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. شبرا ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 عايزة ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزة هيجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربة ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا هنخش الزبالة دي. الزبالة انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزة تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزة. العروسة ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش تسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترعه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما ايه يا ابني؟ ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلنونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق.
يا أستاذي إحنا أوامر ماشية على الأرض. أوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل إيه؟ وحضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكلية؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزيك يا عم؟ إزيك يا حبيبتي؟ سلامتك، ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منور ما شاء الله. قمر بدري منور. بس دول اشتب من عيني يا عم. احنا طبق فول، ايه اللي بيعملوا ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جايش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ انا ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار. اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا قاعده علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترب عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني ليه من زمان؟ والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. والله انت ما اكلت. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي قدامي يا باشا، ده لحم خرفان مطبوح في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوه الظريفه دي يا بابا، ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكره صينيه كلاب. يعني انت اكلت لوحدك؟ ما انا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي اتفضل. اوعى اتفضل. فودة 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 فودة. ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشله دول؟ هيصيع مع الفشله دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بكره نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياة أميرة ولبنى وسميرة، وحياة أميرة ولبنى وسميرة ونادية وأختها، وحياة أماني وسمر وناني، وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها. نركز يا جماعة، هنعلب أميرة ونوطب أختها، أوكي؟ خدي اتصلي بيه. اتصل أقول له إيه بس؟ أوعى أنت أوعى. واحد، اثنين، أربعة، وحياة أماني وسمر وناني. ألو؟ أيوه يا نوال. كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ الشلة كلها. تيمور. نعم. تليفون.
نوال. يا نوال ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على المصنع ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت بعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلو ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو ونا ليسن تو مي. فيك يا بابا، بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنحش. بشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدنيا بكملي بكملي تركت الدنيا بكملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صاي ارقص
يا تنت ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة. يا تنت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. اعملوا معروف المطوبة. اعتبروه مربوس. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارم؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر؟ هو ايه يا تنت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي يا ولد. انت مش معايا. هم العقول ايه؟ هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمري ما حد سرقني في متر وماشي. مش عقد الماس. بابا انا اسف، انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا مقشف. امك راست لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف. يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. هطلب البوليس يا خالتي. وانا نصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بره. تضربني يا كده. خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان اديلك عمولتك. الله 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 الله. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقعدنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه. ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد؟ قاطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي. صدق هو باشندي؟ انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده، شوف رقبه هوده. معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال. نوال يا بيه. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري. باشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا، ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى؟ يا اعمى ايه؟ مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده، مش متخيله انا بخاف عليكي قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده، انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده. انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لي مين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى، كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال. مالك ياض يا وش؟ بتنتهب علينا ليه؟ في حاجه؟ في حاجه. في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت. لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه واحده كده؟ واحده ايه يا تيمور؟ البت دي تلزن. نفض لنفسك ياه. نفض ايه؟ في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه اللي مخطوفه؟ ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت. البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك. مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض؟ عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه امشي وراكوا ليه؟ يلا يا بسله اتفلوا. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي. ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهمي، انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينيش من الشارع ده. انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي انا ماشي. ايه
اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي. يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جيب لك حقك. ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف يا بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. يا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هذول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك. والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسه. معك فلوس وعملت مرقه وانا مش لاقي اللغه. خمسه. حرام عليك. اعطيله خمسه. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيتها. انت ما ربيتها. ما ربيتها. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابوي. انا شفت اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشة اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسة ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رأيك خليه يستنى بره شوية وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطة. ما تغلبنيش. بقولك طلع طوال الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا. يا عم بقولك طلع دول عهدة. يا ابني تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله. والله ساحر. الاتموسفير حب كله سحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين. ما معك ساعة؟ معي سبوع. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا باش. هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفله. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له يا عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل.
تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك والله. اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوتك ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام؟ خلاص مدد. قول مدد 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 سموك فروتي عصيده عصيده. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيده واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبرنا يا ميو.